واصل النصر مطاردته للمتصدر الهلال بحصده لثلاث نقاط جديدة بعد انتصاره على نظيره الشباب في مباراة مثيرة شهدت 5 أهداف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الشباب لحساب الجولة 21 من دوري روشن جولة التأسيس. بدأ اللقاء مثيرا منذ البداية، وهو ما أكده بروزوفيتش من الدقيقة 5 بتسديدة تألق محمد العبسي في التصدي لها. في المقابل راكيتيتش يرد بكرة قوية نجح وليد عبد الله في إبعادها. قبل اكتمال الدقيقة 10 ساديو ماني يصيب شباك الشباب، لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل. كاد كاراسكو يعاقب عبد الإله العمري الذي أخطأ في تمرير الكرة، ومجددا وليد عبد الله ينقذ مرمى. ومع نهاية الربع ساعة الأولى حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء للنصر عقب أن اصطدمت تسديدة ماني بيد ياغو سانتو لينجح رونالدو في وضع النصر في المقدمة. الأمور لا تقوم بحل نفسها، ولذلك هناك كريستيانو رونالدو خرج لاعب الشباب للبحث عن العودة للقاء ومعادلة الكفة. متى بالحربي يتوغل من الجهة اليسرى ويرسل عرضية غابت عنها اللمسة الأخيرة. المساعي الشبابية تثمر على ركلة جزاء في الوقت المضاف بعد إعاقة لابورت للبرازيلي جونيور، انبرى لها كاراسكو وترجمها لهدف تعادل شبابي. صدق عينيك فقط، لا يمكنه أن يغيب عن هذه القمة، إنه كاراسكو هجوم الشباب. لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. الشوط الثاني بدأه النصراويون بشكل مختلف. لا جامي يمرر كرة ليوتافيو، أرسلها ذكية للمتوغل تاليسكا الذي لم يتوانى في التسديد لتنتهي الكرة في الشباك رغم محاولة محمد العبسي. على كتف كل نصراوي، لابد أن يمتلك الآخرون نفس السلاح حتى توقف النصر عن استخدامه. كاد كاراسكو يرد سريعا بعد أن تحصل على كرة داخل المنطقة، سددها زاحفة باتجاه المرمى، لكن وليد عبد الله يتألق. نادر الشراري هو الآخر يبحث عن شباك النصر بتسديدة قوية، ووليد عبد الله يواصل براعته قبل أن تصل للمتسلل كاراسكو. تهيأت للنصر فرصة مضاعفة النتيجة بعد أن وضع تافيو زميله بروزوفيتش أمام المرمى الشبابي، لكن تسديدة الأخير سيطر عليها العبسي. أبرز لاعبي الشباب كاراسكو يعود لتهديد مرمى النصر والكرة تجانب القائم. الضغط الشبابي ينجح في معادلة النتيجة بعد عرضية من ديالو أنهاها كارلوس جونيور في المرمى الخالي، هدف شبابي. تعاند الشباب، انتبه أن يخدعك موقعه وتنسى من يكون، وتنسى تاريخه وتنسى مكانته. الأسد الجريح بالتأكيد، ولو جريح خاف منه. بعد الهدف الشبابي هدأ رتم اللعب نسبيا بين الفريقين مع مرور الوقت، وقبل النهاية ب4 دقائق النصر يصبح في المقدمة مجددا بعد تمريرة متقنة من عبد الله الخيبري للبرازيلي تاليسكا الذي واجه المرمى ونجح في ترجمة الكرة في الشباك. الدربي فقط، الضغط على الصدارة، التمسك بالأحلام، إنه المطرب الذي يجعلهم يستمرون في الغناء، إنه المطرب. عاد الشبابيون للبحث عن تعديل النتيجة مرة أخرى، ولكن هجماتهم افتقدت للخطورة الحقيقية على المرمى النصراوي. آخر لقطات المباراة، البديل عبدالله رديف يخرج مطرودا بالبطاقة الحمراء بعد نيله الكرت الأصفر الثاني، لتنتهي المواجهة بانتصار النصر ب3 أهداف لهدفين ليرفع رصيده ل52 نقطة في الوصافة، فيما توقف رصيد الشباب عند 24 نقطة في المركز 11. النصر سيستقبل الحزم في الجولة المقبلة، بينما سيحل الشباب ضيفا على الخليج.